قبل ما بلش جامعة كنا نحس إنه الأشخاص اللي رح يعلمونا كتير بعاد إنه أسماء كبيرة يعني سو كنا obviously نخاف بس our doctors أبداً ما حسسونا بهذا الفرق وصراحة لأنه سيستم الجامعة ما بيسمح إنه يكون في عدد كتير كبير من الطلاب بقلب الصف صار عنا special bond مع الانستراكتورز اللي قلنا فينا ساعات اللي بدنا ندقله ونحكيه ونسأله اللي بدنا إياه وكمان فينا نبكيلهم ببعض الأوقات في stereotype إنه هو اختصاص كتير ناشف طبيعي نفضل مادة عن مادة بس في مواد أخذناها خلتنا نشوف الحقوق بطريقة كتير interesting و fun مثل specific contracts, advocacy و e-commerce You have to work hard. A lot. The good thing is that it pays off and you find results. This is what matters. لازم ناخد الكورسز بالانجلش وكمان بالعربي. إذا منفكر قد ايش صار في طلب على الانجلش بالليجل ماركت بيطلع معنا إنه it's perfect لأنه حاسة like I'm gonna leave uni and I'm more than ready.